شرفنا الآن كابتن أحمد فوزي، منورنا يا كابتن. حبيبي يا كابتن، نور ليك والصحبة الجميلة دي اللي يعني الحمد لله النهارده للأسف للأسف معلش ضيعنا نقطتين كنا احنا حق بيهم. يعني اعتقد اداء من احسن اداء للنادي الاهلي من ساعه مباراه اتحاد العاصمه دي من وجهه نظري. احسن اداء للنادي الاهلي، احسن توليفه لعيبه، هارد لك في النتيجه في الاول وفي الاخر في التوفيق وعدم، واعتقد ان عدم التوفيق النهارده ملازمنا، ويمكن مستر اوكولا قال الكلام ده اتكلم عليه صح، اكيد حضراتكم ذكرتوا الكلام ده. بس بالنسبه للحراسه بقى ده يعني اللي انا هطلع اتكلم فيه. اتفضل. قبل المباراه يعني قلت لحضرتك الحارس حارس كويس جدا، حارس منتخب مالي عنده خبرات كبيره، قلت لك حارس عنده التوقع وحسن الحركه كويس جدا لان هو طوله 175 سنتي ما بيطلعش على كروسات، وقلت لحضرتك اي كوره باك باس لورا او كوره كروس على طول بيطلع بطريقه غريبه بيغير بيطلع بره المرمى ثواني بس قبل ده هنتكلم في حاجات للاسف احنا ما عندناش ميديا غير بتاعه الشوط الثاني بس، ففي كام كره في الشوط الاولاني لازم انوه عنهم. صحيح ما معناش ميديا ليهم ولكن لازم ان انا اتكلم عليهم تحديدا. الشناوي في الدقيقه العشرة انفراد قدر يتعامل معاه بطريقه مميزه جدا ويقفل على الراجل ويقلل المساحه، والراجل لما لعب الكوره حتى الشناوي طلعها برجليه، وكان الانفراد ده لو كان جه كان قلب علينا الجيم من بدري، لكن الشناوي التصدي بتاعه خلانا في الجيم وخلانا راكبين الجيم في اول 10 دقائق. في الدقيقه 17 ونص او 18 تحديدا كهربا عدى من ناحيه الشمال وعمل باك باس زي ما قلت لحضرتك يا كابتن قبل المباراه، اي باك باس الجون بيطلع بره الجيم وراحت لحسين الشحات، لو في توفيق من حسين الشحات يحطها في الجون، ولكن انا بتكلم هنا على الخروج الخاطئ لحارس المرمى. هو عشان هو بيتوقع كويس جدا وعشان هو عنده سرعه حركه في رجليه بيقدر يتوقع بدري، بس يا اما تيجي يا اما ما تجيش، ويمكن هنشوف حاجات في الشوط الثاني بنفس الطريقه، وكان منها وقع احداها الهدف بتاع النادي الاهلي برضو خروج خاطئ منه في الدقيقه. اعتقد بعد كده ما فيش حاجه بقى، يعني الشوط الاولاني بعد كده كله حاجات يعني ضربه مرمى غلط، في بقى ارسال هايل من الشناوي في هجمه بيرسي تاو لعبها بدماغه، كانت الكره دي طلعت اوت، الشناوي راح حاططها ضربه مرمى ولعب لونج بول لبيرسي تاو عملها بدماغه لحسين الشحات، بس للاسف حسين الشحات ده جوه ال 6 يارد او جوه ال 18، وحسين الشحات للاسف عمل فاول مع المدافع، والكره دي بتدل بقى على ايه؟ بتدل على واحد مستر كولر وكلامه للشناوي ان انا لازم العب الكاونتر اتاك بسرعه لان هم ما بيرجعوش بسرعه. مظبوط. رقم اثنين تركيز الشناوي في الجيم انه الارسال بتاعه يكون متقن ويروح لواحد يقدر يوصلنا للمرمى بتاع المنافس بسهوله ويسر وسرعه، فده طبعا حاجه يحيي عليها الشناوي. نيجي للشوط الثاني، اول كوره يمكن كانت في الدقيقه 71 تقريبا، الكوره دي هنا انا بس عايز اقول حاجه قبل ما نحرك الكوره، علي معلول هيعمل باص بالعرض والحارس هيطلع يقطع عليه، الحارس ده على طول متوقع ان الكوره تتعمل صح بالعرض لبره، لو معلول يحطها في الضيقه، معلول زي ما بيقولوا كده في الكوره صايع كوره يحطها في الضيقه. والله قلت له اسامه كده يعني في اللعبه دي على طول، كابتن محمد يوسف كان بيروح يعمل كده وحاططها في الضيقه وجاب جول في الزمالك، جاب جول في الزمالك كده صح، ملعب مولين 3-0 بالظبط 3-0. لو معلول حطها هو كان طالع اصلا، يعني هو كان طالع اوريدي بره مرماه. الصوره اللي بعدها هو الراجل قطع، بص بقى يا كابتن هنا استنى، هو هنا مش محدد هو رايح بيه، صعب جدا لما تيجي تروح لكره معموله بالعرض تروح بالشكل ده، الكره في اتجاه وانت جسمك في اتجاه تاني. معلش ارجع لي بقى، معلش انا في الصوره الكره وهي جايه لي هنا، انا لا يمكن ان انا اكون بستلم كده والكره كده. الكره دي راحت منه، ها طب وقعت منه ولو كان كريم فؤاد مركز، وهنشوف لسه انا جايب صوره ثالثه ليها، لو كريم فؤاد مركز كان ممكن ياخدها ويحطها جول. هنا انا بتكلم في كده ايه، الراجل جون كويس جدا ولكن عنده اخطاء كبيره جدا 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 مع انه حارس مرمى دولي بيلعب لمنتخب مالي. الصوره الثالثه بعد ما طلعها بالطريقه الغريبه دي كان لازم في فولو عليه من كريم، يمكن تاو عمل فولو بس تاو عشان هو جاي من العكسيه متأخر فكمل في ظهره، انما كان لازم كريم فؤاد يبقى مواجه ليه، ودي اول حاجه خلي بالك هنستفاد من الكلام ده في الماتش اللي هنا، ان اللي هيوصل بره
يا اما يعمل لبره تحت كويس قوي، يا اما يحط في الجون في الضيقه. كره كهربا بس ما معناش في ما معناش فيد ليها. لو معانا فيد ليها هوري حضرتك برضو انه طلع خطوتين بالجنب لقدام. لو كان كهربا بس كهربا كان مسدود كان معاه واحد. انما هنا يمكن لعلي كانت اسهل لعلي شويه من كهربا بتاعت الشوط الاولاني. اللي بعديها دقيقه 73 اعتقد انفراد تام. انا بس عايز انزل اصبر هنا. بص يا كابتن الانفراد ده المفترض ان كريم فؤاد شايف الحارس كويس. الحارس طالع له بره السكس يارده باتنين يارده. يعني هو عامل ايه؟ متوقع ان كريم فؤاد اول ما يستلم هروح عليه في وشه. هنا كريم استلم امشي خطوه معايا خطوه معايا. الحارس بص يا كابتن بقى قبل ما كريم يلعب بص الحارس ايه عامل ايه؟ الحارس تاني رجله الشمال وفرد اليمين عشان هو كده كده هيترمي على يمينه. هو متوقع متوقع واخد القرار ان كريم هيلعب على يمينه هيلعب على يمينه. كريم لو صبر او بص عليه كان حطها له على شماله. انما كريم عشان برضه هو واخد القرار وباصص في الارض مش شايف الحارس حطها في نفس الاتجاه اللي الحارس عامله. انما الحارس هنا اتصرف كويس جدا راح على الرجل الشمال واترمى على يمينه عشان متاكد من كريم. وده برده عشان حسن التوقع اللي احنا بنتكلم عليه انه راجل عنده خبرات وحارس جيد جدا. وانا اعتقد ان الكره دي شالها لما تعادت في سرعه يعني لما شفتها اول مره ما كنتش متوقع انها صعبه كده. لما تعادت من ورا لقيتها فعلا الكره صعبه جدا بدليل ان الكره يا دوبك هيلمس تاتش بالعافيه وهو فارق جسمه على الاخر مع ان جسمه الى حد ما يعتبر صغير بالنسبه لحراس افريقيا. فطبعا انا زي ما بقول الحارس ده حارس جيد وحارس محترم جدا شايفه جدا. احسن واحد في الفرقه. ايه؟ انا شايفه افضل لعيب في الفرقه. هو احسن واحد مش حد يمكن هو واللي اسمه كده ضغط النادي الاهلي هو عزيز بالظبط. هو النادي الاهلي هو اللي كان مسيطر هو اللي كان مستحوذ هو اللي كان بيلعبنا هو اللي بالظبط هو اللي كان بيلعبنا بالامانه يعني. بعد كده يمكن الهدف اللي احنا احرزناه ثانيه واحده نرجع ورا. مفيش صوره قبليها صح؟ دي اول واحده. طيب هو طلع وما اتكلمش. لا انا هوري حضرتك حاجه. بص سيبك من الكوره فين ومكانها وكل حاجه. في صوره قبليها معلش المفروض ان في صوره قبل دي انا كنت واخدها. لو مش موجوده خلاص مش ممكن. هنا يا كابتن بقى بص الراجل نازل لتحت قد ايه وكاسر رجليه قد ايه. تاني هو يعتبر كده قاعد على كرسي زي ما احنا بنقول بالبلدي. ايوه لما تحب تقوم من على الكرسي بتعمل ايه؟ اول حاجه الاول بتفرد ركبتك مظبوط عشان تقوم وقت. تمشي وتتحرك تاخد وقت تمام. فبتاخد ايه اقل اكتر من ثانيه ونص عشان تتحرك. ايوه هو ده اللي حصل معاه. الكره خبطت في واحد لو هو واقف عادي جدا هو بس المشكله يعني ارجعوا لي معلش بالكاميرا تاني معلش يا جماعه عشان بس احضر حاجه وبعدين نرجع تاني للصوره. هو لو واقف هو نازل تحت زي ما بقول لحضرتك انت عايز واحد يشد الكرسي فانت تقوم تفرد تقف وبعدين تبتدي تجري عشان تطلع الاوفر. لما هو بقى لو واقف طبيعي هيعمل ايه؟ كل اللي فات ده كل الحركات الثلاثه اللي فاتت دول مش هيعملهم هيبتدي يجري على طول مزبوك. عشان يوصل للكوره. هنا هو تحت كمل معايا الصوره اللي بعديها. هنا حاجتين الحاجه الاولانيه هو عبال ما وصل كان زميله طلع بدماغه صح. الحاجه الثانيه مفيش تفاهم بينه وبين السرد باك. لو هو اتكلم كان السرد باك سابها له. انما طبعا الحمد لله انه ما اتكلمش. لما طلع بره كده والسرد باك غلط في خروج الكوره ما فيش حد بيطلع الكوره طبعا على نقطه البنالتي. راحت لتاو اللي حطها بكل سهوله وكل اريحيه وهو اوت اوف كنترول اوت اوف بوزيشن اوت اوف كل حاجه. بقى جول سهل جدا بالنسبه لتاو والحمد لله احرزنا منه الهدف. وده الهدف ده بيديك برده ان هو على طول متسربع وعلى طول متوقع الكره رايحه فين. بس يمكن قدراته البدنيه هي اللي ايه هي اللي مأثره عليه بالسلب شويه. نيجي بعد كده للاسف الهدف اللي دخل فينا. انا هنا جايب الصوره من ورا وما رضيتش اجيبها من قدام لسببين. اول حاجه الشناوي قافل الزاويه 110 على 10 100% قافل الزاويه صح. ايوه والى حد ما متوقع ان الكره دي تتلعب في البعيد. هتقول لي ايه اللي خلاك تقول كده؟ بص على رجله الشمال ورجله اليمين بالظبط. رجله اليمين هي اللي راكز بيها على الارض مظبوط. رجله الشمال هي اللي في الهواء. ده معناه انه طالما هو راكز على رجله اليمين انه هيضرب الارض بالشمال مزبوط. عشان يروح يطلع بالشمال. فللاسف الراجل غير او هو ما لحقش يغير. الراجل لعب لحق يا دوبك ببطن رجله فجت في نفس الاتجاه. طيب هنا ايه بقى الصوره دي انا جايبها هنا ليه قبل ما الراجل يلعب؟ نفس القصه. الراجل حواليه ثلاثة الشناوي شايف الكوره وواقف صح بس موطي شويه. تاني
هنا المسافه بيني وبين الراجل ازيد من حوالي 15 يارده. بنقول في عدم رؤيه هنا فوزي بالنسبه للشناوي، عشان كده وطى شويه كده يبص يشوف الكره. ده يا كابتن كان في عدم لما تعادت من ورا لو يعني شايف من هنا ممكن يكون في عدم رؤيه. لا يا كابتن، لو جبت لحضرتك الصوره من ورا الصوره واضحه، يعني هو شايف كويس قوي يا احمد. مفيش حد يعني، مفيش حد اصلا. ابص انا من الزاويه دي. طب دلوقتي هل الشناوي لو مش موطي الجزء ده، لو الراجل حطها له في اليمين في الناحيه الثانيه وهو واقف شمال وهو واقف استريح بس قصدي شمال وهو واقف بقى على رجله زي ما انت بتقول او مش موطي قوي، طب ما مش هيعرف يلحق يروح لو راحت لو على الارض التانية. طيب ما انا لسه هقول لحضرتك يعني الصوره اللي انت جبتها ميزة اللي فاتت. ايوه ميزه الشناوي فيها يا كابتن، الشناوي 194 195 سنتي تمام، جسمه ما شاء الله طويل. طيب هتقول لي ما هو لو نزل ارتكز تحت هيطلع اللي تحت. لو ما ارتكزش تحت انا اقصد كده مش هيطلع الصوره اللي بعد دي بينت اللي هي ركبت. معلش هنا تمركزي انا موطي كده. لا قافل الزاويه تمركزي انا تمركزي انا كحارس يا كابتن اسامه هو اللي يخلي، طالما انا في نص الجون وفي خط من الكوره لنص الجون في ظهري وقافل كويس، دي تبقى بيني لما يكون بيني وبين المهاجم 6 7 يارد او 5 يارد. يعني لو اسامه حسني هو سترايكر اهو جاي لانفراد، كل ما يقرب مني كل ما انا انزل لتحت، كل ما يقرب مني كل ما انزل لتحت. ليه؟ لان المساحه بتضيق فصعب انه يلعبها من فوقي، صح؟ طيب انما بقى لو هو جاي لي من 10 12 متر وفي مساحه كبيره، لا هشوط فوق هتعامل، تحت هتعامل، لان في مساحه. هي قصه في ايه؟ زمن ومساحه. لو المساحه كبيره الزمن هيبقى كبير اقدر اترمي، انما لو المساحه صغيره بيني وبين اسامه مثلا 5 يارده او 6 يارده مفيش مساحه، فانا انزل لتحت اكتر عشان ابقى يا دوبك على قد الرمي. بالظبط. فهي هنا بقى المشكله، الشناوي نازل لتحت قوي زياده عن اللزوم. لما اتلعبت عاليه جت قويه جدا برضه. طب هقول لحضرتك الفكره في ايه؟ لما اتلعبت عاليه عايز يعمل ايه الشناوي؟ عايز يفرد وسطه الاول عشان يروح يترمي ويشيل بايده. صح؟ مظبوط. طب انا لو واقف فوق وهي عاليه هعمل كده. تاني يعني هو القصه في ايه؟ هو نازل تحت فلازم عشان يفرد والكرة تبقى فوق. بس الصورة اهي بالظبط، الصورة اهي دي. ما اقصد بقى يا احمد لو على شماله بقى. لا وهو فوق، وهو فوق على شماله في مساحة يا كابتن ازيد من 15 متر، دي هيترمي. خلي بالك احنا مش بجناحات، الحراس مش بجناحات. مش هتطلع كل كرة عليها طبعا. يعني لما لما تتحط في البعيدة في الأرض في آخر الجول ما حدش هيشيله حاجة صعبة، انما للأسف أي حاجة في الضيقة فوق تحت في الوسط كله بيقول لك الجول غلطان. بس انا بوضح توفيق كبير طبعا. انا بوضح بس ان الشناوي في النقطه دي مساحه كبيره قوي انه ينزل لتحت، كان لازم الشناوي يبقى تاني ركبته تانيه صغيره بحيث ان يا دوبك يقدر يطير على طول من غير ما ياخد الخطوه بتاعه الفرد ثم التراي. طب هل ده ستايل يا احمد ولا انا بشوفه بيعملها كتير في ماتشات كتير؟ هو بيعملها كتير، بتنفعه جدا في الانفرادات. وانا قلت قبل الكابتن، قلت الكابتن ايمن قبل المباراه، قلت الشناوي بيبقى مميز في الحاجات دي لانه عنده سرعه رد، سرعه رجلين بسرعه قوي، بيوصل للراجل قبل ما يحط. دي حقيقة. ويمكن حصلت في الشوط الاولاني في الانفراد اللي شاله، ودي ميزه مهمه جدا. بس في الاوقات اللي زي دي لا، لازم الشناوي يبقى فوق سنه صغيره لان انا جسمي طويل فهقدر اتعامل فوق وتحت بسرعه في مساحه ومسافه كبيره. صحيح. انما برضه للامانه الكوره صعبه مش عارف يعني. بس احنا بنتكلم في ايه؟ الايديال بوزيشن والتمركز بتاعه. مزبوط. انما خلاص في حاجه بتحصل كده وفي حاجه بتحصل. بتضحك انت؟ ماشي. مش بضحك انا، اصل احنا بنتوسم فيه دايما ان هو بصراحه جون، يعني انا بعتبره جون عالمي يعني. ما فيش طبعا. فبنتوسم فيه دايما مهما كانت الخطوره ومهما كانت قوه الكوره والكلام من ده، ان هو بيقدر يحط ايده فيها يطلعها يعمل، ولكن التوفيق بتاعهم هو اللي كان اكيد طبعا. خلي بالك دي الكوره الوحيده اللي جت علينا الشوط الثاني. يعني ما تقدرش تتكلم في حاجه. عارف لو الجون ده دخل في الشوط الاولاني وكان في الضغط اللي حصل ده ماشي، انما احنا للاسف حسينا بمراره الهدف انه في دقيقه في التفوق اللي احنا كنا فيه واحنا راكبين الجيم. وانت كنت بالظبط وان سايد جيم الشوط الثاني. بالظبط. اخر كوره انت لسه تحرجني. خلاص عدي الجون ده. اخر كوره في انفراد لطاهر. هنا طاهر وهو بيوقف الجون لسه بيتحرك. ودي بقى الميزه اللي انا جايبها عشانها، ان اثناء ما بيوقف الكوره الجون بيتحرك، ودي حاجه كويسه جدا. دي صياعه الكوره زي ما بيقولوا، انه هو بيستلم ومش باصص عليك تكون انت بتتحرك عشان تطلع تقفل المساحه. اول ما استلم وبص راح الجون عمل ايه؟ اهو ده بقى اللي نزل. ليه؟ المسافه هنا اقل من 10 يارده.
ايوه لو على الارض وهو جسمه صغير مش هيلحق يجيبها بالزبط. فلازم ينزل هو لان جسمه صغير، انما لو طلع فوق وجت على الارض مش هيلحقها. ينزل وقف كويس جدا، وقف كويس جدا، قفل كويس جدا. للاسف طاهر ما وجهش كويس، كان عايز يلعب قوه، المفروض ان دي تتوجه في زاويه مزبوط. مش تتلعب قوه، هو لعب قوه جت على شماله في حته سهله بالنسبه له وصدها. يعني انا شايف ان الجون يعتبر هو نجم المباراه النهارده بالنسبه لفريق يانج افريكانز، واتمنى ان شاء الله التوفيق لينا يوم الجمعه الجايه، وربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله. معانا في انه تعادل غير مستحق ليانج افريكانز ده 150% يعني بص في الاول في الاخر يا كابتن، احنا لو الفرص طبيعيه النتيجه تطلع 4-1 او 5-1 على الاقل، ده على الاقل، على اقل تقدير. صحيح صحيح، الحمد لله الحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا يا كابتن احمد، والقادم افضل باذن الله. حبيبي يا كابتن ان شاء الله.